عندي وليد صغير، الراجل انا مفارقه مع 3 سنين هادي، ما مطلقه ما مجوجه، ودروك الله يرحم لكم الوالدين، تعاطفوا معايا وشوفوا من حالتي، الله يرحم لكم الوالدين، انا بقى فيا عولتي، ما بغيتش نخليه مشرف في الزناقي. انا سميتي كمال فاطمه من تانانت، بنت تانانت، نواحي ازي اقليم ازيلان، واللي بغى يعاوني التليفون ديالي الله يرحم لكم الوالدين غادي يلقاه هنايا في سميتو، الله يرحم لكم الوالدين. عندي سرطان في البزوله اخويا، عندي سرطان في البزوله، وقال لي الطبيب تعطلتي بزاف، خاصك المهم بيبداو ليا دابا بالشيميو هو الاول، وطالبين ليا بزاف ديال الراديوات والسكانيرات وداكشي، غير السكانير سولت عليه قال لي 62000، وانا ما عنديش مركوب، غير الناس اللي تعطيو ليا فاش نمشي للسبيطار، وطلبوا ليا الصدفه وطلبوا ليا شحال من حاجه، وانا هادشي ما فستطعتيش نديرو، واخا تيكون الرامي تنمشي تيقول لك السكانير لا حتى شهر 5 خاصك تجيبي لنا على برا، وانا ما عنديش. الله يرحم لكم الوالدين، اللي شاف حالتي طمن معايا، الله يرحم لكم الوالدين، الله يجازيكم بخير، هادشي تنطلب منكم. والله اخوان هذا الفيديو هذا كيألم، وربي اللي شهد عليا، لا اللي في الدار كاملين مي شافوا هذا الفيديو مي وصلني انايا في الانستغرام، الدمعه وقفت في العينين الاخوان، كتشوفوا الانسان هذه الاخت هذه مسكينه كتموت وهي واقفه، كتقول مباشره انا كنموت وانا واقفه، هذا هو المشكل اللي كاين الاخوان، حنا كنمشيو نتفرجوا في التفاهات ونعاونوا التفاهات وهذه، ولكن بحال هاد الاخت هذه اللي خصها يوقفوا معاها، يعني وقفه كرجل كمراه، وهاد الاخت هذه اللي يحس بها هو شي واحد اللي مريض، سواء الرجل او لا ام اب ولا ام اللي هو فيه شي مرض، ويحس بهاد الانسانه هذه، هاد الانسانه خايفه على ولدها، ما كتهضرش هي على نفسها على ولدها، ولكن انا عندي واحد الامل في الله، وعندي واحد الثقه كبيره في العرب ديالنا، يعني ما نقول لا مغاربه ولا جزائري، المهم عرب كاملين عندي واحد الثقه كبيره، واخا ما عرفش انه يكون القلب ديالهم حنين ويقدروا يعاونوها، واخا يعني ماديا او لا غير ماديا، واخا غير ببارطاج، الله يجازيكم بخير، انا كنطلبكم على هذه الاخت هذا حسبه اللي بغيتي حسبه، حيت هذا الفيديو ديال ما تفرج له اكيد عاد تحس بشي حاجه من الداخل ديالك، الله يجازيكم بخير، راه بحال هاد الناس هادو خصنا نوقفوا معاهم الاخوان، والله العظيم لهاد الناس هادو بحال هادو، انا بعدا بي كيصيفط لي شي واحد في الاوديو او لا وقف معايا اولادي كنقول له انا لا يكلف الله وزعا، نقدر نعاونك باي حاجه اللي نقدر عليها، ولكن نقدر نشرك وربي يوفق لك في الحياه ديالك، وكل واحد وكاين اللي مريض مسكين، كاين اللي هو محتاج، كاين اللي بزاف، ولكن اخوان حنايا خصنا نعاونوا هاد الناس هادو، الله يجازيكم بخير، هاد الناس هادو هما اللي خصهم يتعاونوا، الله يجازيكم بخير، اي واحد شاف واحد الانسان اللي هي بحال الانسان او لا مغير ومحتاجه وقفوا معاهم، راه عنده مولدات كاملين بلا خصنا نوقفوا في هادشي هذا الاخوان، الله يجازيكم بخير، واللي بغى يتواصل مع الاخوان النمره عندها في الفيديو الاخوان، النمره عندها في الفيديو، انا ما تعيطوا لي ما حتى حاجه، اللي بغى يتواصل ديريكت معها، يهضر معها، سواء يواسيها، سواء يعاونها ماديا، سواء يبارطاجي، سواء اي حاجه، النمره عندها الاخوان، الله يجازيكم، واي فيديو حطيته في هذه القناه وكان فيه بحال الناس اللي هما محتاجين المساعده، يعني اوبي راه كنحسبهم خوتي، يعني امهات ديالنا، الا كانوا محتاجين راه اي واحد يعيطوا لهم ديريكت الاخوان، ما تعيطوليش انا، حيت انا ما كنقبلش هذا الشيء هذا، الاخوان اللي هما مساكين محتاجين وربي اللي عالم بهم، هما اللي خصكم تعيطوا لهم ديريكت، حيت انا بيدي واحد العبد ضعيف، انا كيوصلني ميساج في الانستغرام او لا في الفيسبوك في الواتساب، وكيطلبوني الناس، وكندير هذا الشيء في القناه ديالي، يعني انسان كيتعاون مع بعضياته، وربي سهل على اي واحد، الحمد لله كاين الاخوه اللي دازوا قبل عاونوهم، كاين بعض الاخوه اللي عاونوهم، واخا غير واخا يكون قليل، بعدا كيتسمى واحد الانسان راه درع، انا درت الواجب ديالي، والله يجازيكم بخير، حتى الاخوه اللي هما متبعين هذه القناه، الا كنتي نتايا ما قادرش، حتى عندك ظروف، حتى واقف، الله يحسن العون، ما تخسر والو، بارطاجي، تقدر يجي واحد النهار وتكون محتاج نتايا في اي حاجه، وربي اللي عالم بك، وتقدر تجبر هذه القناه هذه.